أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ومستمرين في حلقتنا لهذا المساء. نتحدث عن ثورة فبراير ومشروع الدولة، ويسعدنا أن ينضم معنا في هذا القسم من الحلقة والجزء من الحلقة الأستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث السياسي. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. مساء الخير. بداية الأستاذ معن، يعني هل الحرب ما تحصل حاليا، الحرب الدائرة حاليا، تقلل من مشروعية الدولة ونبل مقاصدها وأهدافها؟ وهل مشروعية أي ثورة تأتي إذا كان انتصارها أمر حتمي؟ الثورة تحصل لأسباب كثيرة، وليس من بين شروط الثورة أن تنتصر. هناك الكثير من الثورات التي لم يحالفها التوفيق. لكن بالنسبة للحرب، الحرب يعني بالنسبة لكل الثورات كانت تحدث عادة عندما لا يكون هناك بالإمكان التقدم في الحلول بالأشكال السلمية. وكل الثورات الكبيرة التي عرفتها البشرية سرعان ما تحولت إلى حروب أهلية وشهدت حروب تدخل وصراعات إقليمية. هذا حدث حتى مع الأمم الكبيرة في الواقع، وليست البلدان الصغيرة والتي تعاني من التخلف الاجتماعي مثل بلداننا. الأمر الأساسي في الثورة هو ليس الموقف الإيجابي أو السلبي، لأنه الناس مع الثورة لأنهم معنيين بمصالحهم، ولأن الثورة تمثل هذه المصالح، ولأن العيش تحت ظلال هذا النظام قد كان مستحيل بالنسبة للأغلبية الشعبية. الموقف من الثورة له علاقة بهذه المصالح أساسا، والثورة تأتي في لحظة أليمة، وهي ليست أمرا مبهجا إلا بالمعنى التاريخي، ذلك الحس المشترك الذي يكسبه ملايين المناضلين الذين ينخرطوا في نضال ويشعرون بالمساواة ويشعرون بالأخوة الإنسانية. هذا كإحساس فريد. ما عدا ذلك فثورات تعبر عن أمراض المجتمع العميقة، وبالتالي فهي ليست أحداثا سارة لكنها أحداثا ضرورية ولا مناص منها، لأن المجتمع يكون قد وصل إلى أقصى درجات الانحطاط ولم يعد هناك أي إمكانية لأي تسوية، وتكون الثورة وقتها قد أصبحت على جدول أعمال الشعب. يعني ثورة فبراير أستاذ معني، يعني هل كانت يعني أفهم من كلامك أنها لم تكن يعني خيارات مطروحة، وإنما كانت ربما حتمية، يجب أن نقوم بهذه الثورة؟ بالتأكيد لم تكن خيارا، وللأسف الشديد أن النخبة السياسية في مختلف المدارس والتيارات الأيديولوجية لم تكن لا قادرة على توقع الثورة ولا التنبؤ بها، ولذا ما مارست نفس عاداتها وأساليبها في العمل السياسي في الأوضاع العادية في الوضع الثوري، ورأينا كيف قادت الوضع إلى الأزمة. الثورة تحدث لأنه لم يعد هناك أي إمكانية لا للاختيارات ولا للحلول الوسطى ولا للإصلاحات. محاولة تغليب خط إصلاحي من خلال التسوية ومن خلال المبادرة الخليجية هو الذي قاد الثورة والمجتمع في اليمن إلى هذا المأزق. ودليل عدم خيارية الثورة أنها كانت عفوية وكانت شعبية. لم يكن هناك طرف لا نظم هذه الثورة لا خطط لهذه الثورة، اندلع. والطرف الأكثر قدرة على تأطير وعلى قيادة المجتمع، وكان في الحالة اليمني هو اللقاء المشترك، هو الذي تحول إلى قيادة سياسية لهذه الثورة. على كل ملاحظاتنا على هذا اللقاء المشترك وعلى قياداته، كوادره هي التي نظمت الساحات وهي التي قادت الجماهير بأدوات وبرنامج للأسف لم يكن ثوريا، ولكن هذا يعبر عن مستوى التطور الاجتماعي في المجتمع اليمني. وكان المؤمل أن الساحات تستطيع أن تنتج تنظيمها الثوري لأسباب كثيرة اجتماعية وثقافية وسياسية وربما إقليمية ودولية، لم يحدث ذلك، ولا زال انتاج التنظيم الثوري على جدول اعمال اليمنيين. يعني استاذ معن، انت ذكرت انه يعني كانت الثوره عفويه، ومن ادار هذه الثوره بشكل منظم كما ذكرت اللقاء المشترك. طيب ما الذي يعني لماذا لم يتبع حتى الان، نتساءل، يعني ثوره فبراير، يعني تنظيم ثوري يحافظ على مكاسب هذه الثوره ويتابع عمليه تحقيقها؟ استاذ معن،
هو المطلوب هو انجاز هذا التنظيم الثوري. اللقاء اكثر يعني كان قياده سياسيه، لماذا تعثر حتى الان؟ لم يظهر لنا تنظيم ثوري يتحدث باسم هذا الثوار. يعني الثوار هم المعنيين بهذا الانجاز. للاسف في الحاله اليمنيه والخصوصيه التاريخيه لها علاقه بمستوى التسييس العالي في المجتمع اليمني. الدور الرئيسي في الساحات كان لشباب ينتمون الى الاحزاب الفكريه والايديولوجيه الكبرى في اليمن. وهؤلاء من ناحيه لم يستطيعوا تثوير احزابهم، ومن ناحيه لم يستطيعوا ان ينفصلوا عن هذه الاحزاب وينتجوا تنظيم الثوري المطلوب. بالنسبة يعني في كتاب الثورة والقابلية للثورة للدكتور عزمي بشارة يقول الثورة على الظلم تعني تفكيك نظام الظلم، باعتقادك أستاذ معن هل ثورة فبراير يعني عملت على تفكيك نظام الظلم؟ هي من ناحية يعني فوضت أسس النظام الاستبدادي قبل وطني والمتخلف والذي تحول في آخر السنوات إلى نظام عصبوي يسعى إلى تكوين سلالة ملكية في الواقع في اليمن. لكن التنظيم السياسي علاماته الكبرى رسمت في الساحات. ذلك التعايش بين المكونات المختلفة للمجتمع اليمني، المساواة المطلقة بين المواطنين في الساحات، الشعارات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية التي تعبر عن هموم الغالبية الشعبية، وهذا كان هو الأفق للمشروع السياسي لثورة فبراير. ليس هناك مشروعا ناجزا، لكن هناك آفاق وهناك خطة عريضة للثورة حاولت كثير من الجهات احتوائها، لأن البعض كان يعتقد أن المطلوب فقط التخلص من علي عبد الله صالح والمحافظة على كل الخيارات السياسية والاجتماعية والثقافية لنظام علي عبد الله صالح. لكن بالنسبة لعموم المواطنين كان واضح في تلك اللحظات بالذات حتى أكثرنا الآن أن المطلوب هو تغيير مجمل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنظام، وإقامة دولة المواطنة والحرية والمساواة والثروة المشتركة بين جميع اليمنيين. نعم أستاذ معن أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. ينضم معنا أيضا أستاذ محمد الغابري المحلل السياسي من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا مساء النور. مساء الخير سيدي. بداية يعني كيف أثرت أزمة القيادة داخل القوى الثورية على تطلعات وأهداف الثورة؟ أيوة سؤال جوهري فعلا يعني ومهم. ربما كانت مشكلتنا في البلاد هي تكون في هذا الموضوع، يعني هو أزمة القيادة. صحيح. وأزمة القيادة بالفعل يعني أثرت على الثورة، الثورة كانت كبيرة وعظيمة يعني، وأظهرت المجتمع أكبر يعني من النخبة أو أرقى منها يعني. وكانت هناك فعلا يعني أزمة قيادة ظاهرة. هذه أزمة القيادة الظاهرة هي تجسدت حقيقة في كثير من المظاهر. ربما من أهمها بالنسبة للثورة كثورة يعني أنه لم يكن لديها أي رؤية لعملية مثلا يعني كيفية مثلا انتقال السلطة، يعني لعمل برنامج لإدارة فترة انتقالية. يعني لم تكن لها مشروع دولة أستاذ محمد، لم تكن هناك رؤية لمشروع إقامة دولة. لم تكن هناك، نعم لم تكن هناك رؤية لمشروع إقامة دولة. كان هناك مساعي فقط لتغيير النظام بدون رؤية أيضا، يعني حتى لم تكن هناك رؤية في كيفية التغيير يعني للأسف الشديد. وربما لأنه الثورة نفسها فرضت نفسها على القيادات والنخب، لأنها القيادات والنخب لم تكن مستعدة للثورة أصلا ولم يكن لديها أي إعداد مسبق. لم تكن مستعدة ولم تكن لها أي نظام. يعني هل هذا أثر باعتقادك هذه الانتكاسات التي مرت بها ثورة فبراير عائد إلى هذه النقاط التي ذكرتها، أنه عدم وجود رؤية لدولة، وأيضا ربما لم يكونوا يعني مستعدين كما ذكرت لهذه الثورة؟ هذه هو فعلا يعني دخلت أو تحولت الثورة إلى أزمة لهذا السبب، بمعنى أن القيادة النتيجة لأنه لم يكن لديها أي برنامج أو رؤية لكيفية إدارة فترة انتقالية قادمة والانتقال إلى حالة الدولة المستقرة فيما بعد، لم يكن لديها أي رؤية أو برنامج، وبالتالي كانت في حالة المنتظر الذي ينتظر الحلول من الخارج. وبالفعل يعني
جاءت المبادرة الخليجية ودخلت هذه القيادة قيادة الثورة في طرف كطرف في المبادرة، لكنها في الواقع وكما هو معروف وما هو مسجل وما هو موثق أنها لم تضف لهذه المبادرة شيئا، ولم تكن طرفا مفاوضا لديه يعني سقف للتفاوض أو لديه رؤية معينة يضيفها لهذه المبادرة، فكانت فعلا عبارة عن تلقي، وبالتالي جرت بعد ذلك كل سلسلة الأخطاء، بمعنى أنه جرت عملية انتقال السلطة بعد ذلك في ظل هذه البيئة اللي هي بيئة أزمة القيادة والأمنية السياسية السائدة في البلد يعني. فجاءت سلطة انتقالية متنافرة غير متجانسة، فزادت من إضعاف الدولة الضعيفة أصلا يعني. نعم. وهكذا يعني تحولت أو انتقلت الدولة اليمنية من حالة التي كانت توصف فيها بأنها هشة إلى الدولة الفاشلة. هذا نتيجة كله لوجود أزمة قيادة ليس لديها رؤية، ربما لديها أمية سياسية على المستوى المعرفي يعني النظري في الشؤون السياسية، إضافة إلى قلة المهارات السياسية الموجودة لديها وعدم رغبتها أيضا حتى في تطوير نفسها أو تثقيف نفسها أو تدريب نفسها. وبالتالي هذه كلها هذه النقاط كلها هي يعني كانت عبارة عن سلسلة من العوامل التي أدت إلى ما وصلنا إليه للأسف الشديد بأحسن. دعني أشرك في هذه النقطة أستاذ معن دماج، يعني هل تتفق مع أستاذ محمد الغابري أنه هناك كما يعني كما ذكر هناك عدم وضوح رؤية ومشروع للدولة من قبل القيادات، وهناك أيضا أزمة قيادة بالنسبة لثورة فبراير؟ لا بالتأكيد هناك أزمة قيادة، وأزمة القيادة الثورية ليست حالة يمنية، هي حالة عربية وربما حالة عالمية. من الواضح أن النظام العالمي الاقتصادي والسياسي يعاني من أزمة نلاحظها جميعا في التصويت الاحتجاجي في أغلب البلدان. البلدان التي يحكمها اليمين تصوت لليسار، والبلدان التي يحكمها اليسار تصوت لليمين، وكل من هو من خارج المؤسسة مهما كان تخلفه يعني أداء سياسي سيئا وفضائحهم مثل الرئيس الأمريكي ترامب، يجد الناس فيه ثقة أكثر من أبناء المؤسسة الرسمية. وهذا هو التعبير العريض والواضح على الأزمة. في الحالة اليمنية أغلب القيادة في القوى السياسية تنتمي إلى النظام بمعنى من المعاني، بمعنى المصالح الاجتماعية والفكرية الواسعة، وبالتالي مشكلتها بدأت مع النظام عندما أراد أن يستأثر بالسلطة بشكل مطلق، وعندما كان ينشئ نظاما وسلالة ملكية ويورث الحكم. وأما بأغلب الخيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فهي لا تختلف كثيرا عنه. طيب يعني أستاذ معن يعني المجتمع اليمني تفضل بالنسبة للمجتمع اليمني الأمر مختلف. زادت البطالة والتهميش والفقر، وتفاقمت أزمة الهوية الوطنية التي أخذت تجليتها الأكبر في الحراك الجنوبي وفي حروب صعدة. وبالنسبة لليمنيين كان من الواضح أنه لا يمكن العيش تحت هذا النظام، حياتهم المباشرة أصبحت مهددة، الشباب يخرجون إلى البطالة، والعاملون لا يجدون ما يسد الرمق، انهيار النظام الصحي والتعليمي، نظام التقاضي، والعدالة تحول إلى مزاد وإلى سلطة إضافية بيد الأقوياء، حتى التشريع القانوني هو تشريع لمصالح الملاك والحكام ضد عموم المواطنين. وبالتالي كان أغلب المواطنين يريدون أن يغيروا النظام هذا بشكل جذري. هذه الأمور تلاقت مع ظهور الثورة العربية ابتداء من تونس ووصولا إلى مصر وحتى اليمن، والشبيبة الثورية بما فيها أغلب قواعد الأحزاب المختلفة كانت في هذا الجو الثوري، وهي التي سبقت أحزابها وسبقت القيادات، وأضطرت هذه القيادات وما يسمى بالنخب باللحاق بها إلى الساحات. لكن عدم قدرة الشباب والمناضلين والمواطنين شيوخا وشبابا في تنظيم أنفسهم وفي إبراز قيادات مكن القيادات التقليدية من استعادة المبادرة،
وعدم قدرة الشباب خصوصا من التخلص من إرث الصراعات التاريخية بين التيارات الفكرية والسياسية أعاد زمام المبادرة لهذه القيادات التقليدية التي كانت في قيادة الأحزاب. فأزمة القيادة في مستويين، أزمة القيادة التاريخية لهذه القيادات القديمة والتقليدية وفشل الشباب والحركات السياسية الجديدة في إنتاج قيادات تتمتع بالمصداقية وبثقة المواطنين، ولذا رأينا الصعود السريع والهبوط السريع للوجوه الجديدة. من أفسدتهم السياسة في 30 و40 سنة من القيادة القديمة، هناك من ما يسمى بقيادة الثورة من فسدوا في عام و3 وتم إزاحة الشباب المناضل حتى اللحظة هذه كما نرى في التعيينات الحكومية لمصلحة الأغلبية الساحقة من ودائع علي عبد الله وكبار موظفيه وكبار منافقيه في الواقع، الذين نقلوا نفاقهم من الجواد الخاسر في هذه اللحظة علي عبد الله صالح لمن يعتقدون أنه المعسكر الرابحين وهو الرئيس عبد ربه هادي منصور. نعم، يعني عديد من النقاط المهمة ذكرتها. طبعا أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك ولمشاركتك. نعود للأستاذ محمد الغابري. أستاذ محمد، يعني إذا نتفق أن هناك ربما أزمة قيادة، وهناك كما ذكرنا أيضا غياب لمشروع الدولة كما ذكرت في حديثك. هناك الآن أستاذ محمد مجموعة يعني ترفض الاندماج في الجيش وقلاقل في عدن، هل يعني كيف ترى أو كيف تقرأ هذا التمرد من قبل هذه المجموعات المجموعات المسلحة في عدن تحديدا؟ نعم، هذه أيضا من المظاهر التي تشير إلى الأزمة. يعني عندما جاءت السلطة الانتقالية لم يكن لديها وضوح بأن تعلن بأنها طبيعة الدولة لا تقبل بوجود ميليشيات مسلحة، طبيعة الدولة لا تقبل بوجود دعوات للانفصال أو التشكيك بوحدة الدولة. يعني هذه من المسلمات بالنسبة للدول. يعني فعندما جاءت السلطة الانتقالية وأقرت التعامل مع جهات جهوية وجهات تحمل السلاح بتلك الطريقة، فإنها أضرت يعني بشكل كبير بالدولة، وبالتالي أعطت البيئة المناسبة والخصبة لأن تكبر هذه الجماعات ثم بعد ذلك تستعصي على المعالجة يعني. وهذا ما يحدث الآن في عدن. هناك ما يعني تمرد في عدن، حاولت السلطة أن تتعايش معه، لكن لا يمكن كما قيل أن يجتمع سيفان في ذنب، لا يمكن يكون هناك سلطتين في وسط واحد في مكان واحد، هذا يعني غير ممكن يعني. وبالتالي كان لابد لسلطة الدولة أن تبدأ تحاول أن تفرض نفسها، لكنها وجدت نفسها أنها طرف أضعف في المعادلة. وبالتالي هذه نتيجة لأنه عندما حدث انتقال السلطة لم يكن هناك وضوح من قبل السلطة الجديدة تقول بأنها لن تسمح بوجود جماعة مسلحة، لن تسمح بالتشكيك بوحدة الدولة وسلامة أراضيها، لأن هذه من المسائل التي هي يعني المسائل الأساسية التي تكون بها دولة أصلاً. فإذا لم تكن هذه المسائل موجودة فإنه لا يمكن الحديث عن دولة إذا كان هناك من يشكك في وحدتها، وإذا كان هناك من يحمل السلاح أيضا يعني كجماعة لفرض إرادته وسلطته على الناس. هذه بهذا المنطق لا، ليست هناك دولة في الواقع. لما هذه المفاهيم كانت غائبة عن السلطة الانتقالية والنخبة التي شاركت في عملية انتقال السلطة وفي تأليف السلطة الانتقالية التوافقية، هذه المفاهيم لما كانت غائبة هي التي أدت ووصلت بنا إلى ما نحن فيه الآن، بما في ذلك ما يحدث الآن في عدن الذي هو يعد تمرد كامل على السلطة الانتقالية ومدعوم من قبل جهات مختلفة، وهذا يعني خلق أزمة أخرى وأزمة داخل الأزمة، يعني فصارت الأزمة حقيقة مركبة من أزمات يعني. نعم، طب هل يمكن اعتبار ما يقوم به الرئيس عبد ربه منصور هادي ضمن أهداف ثورة فبراير وفي سياق فرض سلطة الدولة؟ بالتأكيد أنه المحاولة التي حاولها في مطار عدن بفرض إرادة الدولة وسلطتها هي محاولة بالفعل. لا يزال طرح عبد ربه منصور هادي وطرح رئيس الحكومة والحكومة بشكل عام، السلطة الانتقالية بشكل عام، لا تزال حتى الآن فعلا يعني هي تمثل الجمهورية اليمنية وتتحدث باسمها
وهي تسعى فعلا لتحقيق أهداف ثورة فبراير البعيدة المدى التي يعني هي عملية إعادة بناء دولة من جديد يعني، لكنها وقعت في أخطاء هي الآن هذه الأخطاء للأسف الشديد تشكل مخاطر عليها وعلى المستقبل يعني، لا ندري إلى أين ستصل في التعاون معها. نعم، شكرا جزيلا للأستاذ محمد الغابري المحلل السياسي، وكذلك نشكر كل من انضم معنا في هذه الحلقة من ضيوف، نبيل البكيري الباحث السياسي، أستاذ معن دماج الأكاديمي والباحث السياسي، وكذلك الأستاذ همدان الحقب القيادي في ثورة فبراير. وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.